ولد الممثل السوري فوزي بشارة في عام 1955 في دمشق بسوريا. شارك كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية. هو عضو نقابة الفنانين منذ عام 1984. من أشهر أعماله الدرامية مسلسل رحلة زمن، مسلسل دبل فيس، مسلسل الحوالة، مسلسل الأمير النبيل، مسلسل حرب السنوات الأربع عام 1980، مسلسل أبو الخيل عام 1980، مسلسل دكان الدنيا عام 1988، مسلسل يوميات مريحة عام 1990، مسلسل جريمة في الذاكرة عام 1992، مسلسل العروس عام 1992، مسلسل الشريد عام 1992، مسلسل اختفاء رجل عام 1992، مسلسل حمام القيشاني الجزء الأول عام 1994، مسلسل خلف الجدران عام 1995، مسلسل الخطوات الصعبة عام 1995، مسلسل موعد مع الغروب عام 1996، مسلسل الحقيبة الضائعة عام 1996، مسلسل حمام القيشاني الجزء الثاني عام 1997، مسلسل بنت الضرة عام 1997، مسلسل الفراري عام 1997، مسلسل الرجل الآلي عام 1997، مسلسل حمام القيشاني الجزء الثالث عام 1998، مسلسل الشوكة السوداء عام 1998، مسلسل البحر أيوب عام 1998، مسلسل آخر أيام التوت عام 1999، مسلسل فوق السقف عام 2000. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.